التداوي بالأعشاب أو الطب البديل لم يعد خياراً لسكان غزة، بل أصبح وسيلتهم الوحيدة لعلاج بعض الأمراض بعد نفاد معظم الأدوية من الصيدليات. وأصبحت الأعشاب شائعة بين السكان الذين يجدون صعوبة في الحصول على العلاج من الصيدليات والمستشفيات، سواء بسبب القصف الذي أدى إلى إغلاق بعضها أو بسبب توجيه الأدوية لعلاج المصابين في الحروب. النازحون في مدينة رفح بدأوا البحث عن خلطات عشبية لعلاج مشاكل صحية معوية بعد أن فشلوا في العثور على الدواء في الصيدليات، وذلك نظراً إلى أن غالبية الصيدليات في رفح فارغة من معظم أنواع الأدوية، بما في ذلك المسكنات والمضادات الحيوية، نظراً للكثافة السكانية في المدينة التي يقطنها نحو 1.5 مليون نازح. بالنسبة للعلاج في المستشفى، يقول الغزيون في القطاع إنهم يتجنبون المستشفيات لإعطاء الأولوية للجرحى والمصابين، لذا لم يبق أمامهم سوى بعض العلاجات بالأعشاب. ويرى الأطباء والخبراء في القطاع أن الإقبال على الأعشاب قد يكون مفيداً في تقديم العلاج للكثيرين، لكنه يحتاج أيضاً إلى رقابة من الجهات المختصة لتجنب أي آثار جانبية قد تنتج عنها. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية حذرت هذا الأسبوع من نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية وعجز في أصناف الرعاية الأولية بما يزيد عن 60% من القائمة الأساسية لأدوية الرعاية الأولية.